أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الأستاذ. النهاردة يكون معنا فقرات عديدة متنوعة. النهاردة يكون معنا مين يا هبة؟ الموهبة مش بس غنوة وشعر، ممكن تكون إبرة وخيط أو قصة قماش. النهاردة هيكون معنا مصممة الأزياء اللي قدرت بتصميماتها تخطف قلوب البنات وترجع لهم ثقتهم في شكلهم من تاني. معنا مصممة الأزياء بسمة هاني. ازيك يا بسمة؟ بسمة، ممكن تعرفينا على نفسك أكتر؟ أنا بسمة هاني، المفروض ان انا في كليه اداب، بس حبيت التفصيل وحبيت ان انا اعمل لبس لنفسي، وموضوع دخل في حته ان انا ابدا بقى اعمل مشروع ويبقى ده شغلي وحاجه بحبها وان انا اشتغل فيها. يعني بدات ازاي في التفصيل؟ انا بدات اللي هو يعني كان عندي موهبة ان انا افصل وان انا اعمل حاجة مختلفة بعيد عن اللي احنا بنشوفه، يعني استايلات معينة. فبدأت اخد كورسات واتفرج على فيديوهات على اليوتيوب، وحبيت بقى الموضوع، بقى عندي شغف ان انا ادخل فيه اكتر، فبدأت فيه يعني. تمام. طيب يا بسمة، ممكن تقولي لنا ايه اكتر حاجة صعبة واجهتك في البداية؟ هو اكتر حاجه صعبه واجهتني ان انا يعني لما جيت اخد الكورسات، كان مكان الكورسات بعيده جدا عن بيتي، فكنت بعاني من الحته دي ان انا ما كانش لنا يعني حاجه جنب بيتي اللي هو هروح على طول اخدها، لا، كان قبل ما بروح بياخد وقت مني ومجهود، فدي كانت حاجه صعبه يعني بالنسبه لي، فما كانش سهل ان انا اصلا اتعلم مكان الكورسات. طب وايه اكتر حاجة واجهتك صعبة في ان انت داخله على حاجة جديدة بتتعلميها اصلا؟ لا، هي ما كانتش صعبة بالنسبة لي، غير يعني عشان انا كنت حباها، كنت حابة ان انا اخد التجربة وادخل فيها اكتر واتعلم فيها اكتر، يعني كل ما بدخل فيها بتعلم فيها اكتر يعني. طب انت كنت بتجيبي التصميمات بتاعتك منين؟ انت اللي بترسميها ولا حد بيجي يجيب لك الموديل اللي هو عايزه وانت بتعمله له؟ هو كده وكده يعني، في ان انا بعمل الديزاين بنفسي، وفي حد مثلا يجي يقول لي انا عايز اعمل كذا، ممكن مثلا نتكلم مع بعض نوصل لحل معين، ممكن مثلا اللي هو جايبه لي ما يكونش لايق عليه او مش لايق على جسمه، ف يعني بنفضل نتشاور يعني، وبعدين نوصل لحاجة تنفعه يعني. تمام. طب احنا معانا دلوقتي صور لشغل بتاع بصمة والديزاينات بتاعتها، ممكن نشوفها على الشاشة؟ طب ممكن تكلمينا على الديزاينات بقى بتاعتك، مثلا افكارها، هل انت بتختاريها وتناسب بالصيف مثلا لو صيفي وشتوي، ولا ما بيفرقش معاك الديزاين في الموسم بتاعه؟ لا، هو الديزاين واحد بس، اللي بتفرق بس في الخامات، يعني في خامات القماش نفسه، لكن الشكل ممكن برضو يعني الشتا بياخد شكل معين على عشان القماش تبقى عايز شكل معين، الصيفي برضو بيبقى القماش ورد ومشجر والوان مطرقعة اكتر، فده بياخد شكل تاني برضو. تمام. طيب يا بسمة، بعد ما خلصتي بقى خدتي كورسات في المجال عشان تعرفي عيوب تعليمي اكتر، عايزة اعرف بقى شعورك بعد اول مرة مسكتي القماش اللي هو انا خلاص هنفذ عملي بدل النظري. ايوه، كان شعورك ايه بقى ساعتها اول مرة مسكتي قماش هتنفذي خلاص؟ هو طبعا بتبقي يعني، هو عشان كان قماشي، فاللي هو ايه، الخوف كان اقل شويه، فاللي هو انت بتعملي حاجه لسه يعني، اللي انت طول الفتره دي بتدرسيه على الورق فجاه هتطبقيه على القماش، فحاجه صعبه، انت مش عارفه اتجاه القماش فين، انت مش عارفه المفروض تبداي ازاي، فحتى ماسكه المقص بتبقى موتراكي، فاول قطعه دي بتبقى صعبه قوي يعني. يعني لو انت طلعتيها بشكل كويس 50% بيبقى انجاز. طب هل نوع القماش بيفرق معاكي في الديزاين اللي انت هتعمليه؟ يعني لو ديزاين صيفي هيفرق القماش عن الديزاينات الشتويه؟ ايوه طبعا، يعني لازم ان الديزاين بيبقى على حسب القماش وعلى حسب يعني ممكن اصلا في قماش معين مبيبقاش لايق على جسم معين، حتى القماش بيختلف برضو على اشكال الجسم وعلى شكل الموسم بتاع اللي انت جاي تفصلي فيه. تمام بالظبط. طيب يا بسمة، قولي لنا بقى ايه اكتر حاجة كانت موضة السنة دي، موضة 2019، انت تحب تلبسها اكتر؟ وطبعا السكيرت دي معانا دايما، وفي البناطيل الواسعه برضو بتبقى حلوه قوي وترند اصلا بقالها كتير ولسه برضو مكمله،
الحاجات بقى الفساتين، الفساتين برضو موضة جدا، وبنات كتير جدا بقت تلبس فساتين. او الفساتين. ايوه. طب انت شايفة التفصيل بيحتاج منك تعليم اكتر ولا موهبة؟ يعني لو حد عنده موهبة هل يقدر يكتفي بيها؟ لا لازم برضو تتعلم، يعني الموهبة مش كفاية، يعني ممكن تكون بس تكوني حابة اصلا الموضوع، يعني حتى لو انت ممكن تكون عندك الموهبة بس لما تدخلي في الموضوع تحسيه متعب او ان انت مش عايزة تكملي فيه. لكن لما يكون عندك موهبة وممكن ممكن يعني لما يكون عندك موهبة وتشتغلي عليها، ولما بتخشي في المجال بتشتغلي اكتر، بتبقى ده حاجة بالنسبة لك كويسة. يعني انت قصدك انه ما ينفعش يتعلم من غير ما يكون الاساس هو الموهبه؟ ايوه تمام. تمام. طيب يا بسمة، انت دلوقتي اتعلمتي وبدأتي ان انت فعلا يعني بتشتغلي كويس، عايزة اعرف انت عايزة توصلي باللي انت اتعلمتيه ده بقى لحد فين؟ اكيد طبعا يكون عندي مثلا براند، والبراند ده يكون لها كذا فروع. يعني تمام. انا من ساعة ما دخلت في الموضوع ده وبدا هدفي ان انا بحاول اشتغل عليه على قد ما اقدر، ان انا يبقى في يوم من الايام عندي براند ويبقى ليها كذا فرع في كذا كمان مكان. فدي حاجة بالنسبة لي كويسة. طيب انت شايفة ايه اللي ناقصك بقى عشان انت توصلي لان انت يبقى ليكي براند ليه فروع كتير وان الناس تعرفك اكتر؟ شايفة ايه الحاجة اللي هتوصلك فعلا لده؟ يعني هو طبعا الشغل الشغل البراندات والكلام ده، فبيبقى محتاج طبعا تسويق اكتر، ان انا مثلا ممكن ابدا اونلاين وبعدين من اونلاين اتعرف واتشاف وكده. فممكن يبقى افتح مثلا اول فرع ليا في حته معينه، فده بقى بيجيب فروع تانية. بس اول خطوه دي محتاجه طبعا مجهود جهد مادي. اكتر من باقي الخطوات طبعا. تمام يا بسمة، انتي شرفتينا النهارده بوجودك ميرسي معانا، والله، وان انا شاء الله اتشرفت ربنا يكتب اكتر. لك التوفيق دايما. ربنا يكرمك. وهنطلع فاصل صغير ونرجع معاكم تاني نكمل بقية فقراتنا. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم، معانا موهبة متميزة جدا جدا معانا النهاردة، صوت من وسط كل الأصوات اللي ظهرت مؤخرا بدأ إن هو يتميز ويثبت نفسه في المجال، معانا المطرب حسام. ازيك يا حسام؟ تمام الحمد لله. حسام، ممكن تعرفنا بموهبتك؟ أنا بغني في يعني نزلت كذا مكان غنيت فيه، حسيت ان انا صوتي حلو، بغني قدام صحابي في الجامعه كده قالوا لي صوتك جميل، وحبيت ان انا بقى اثبت موهبتي. نزلت غنيت في كذا مكان،
فيعني الحمد لله. طب عرفنا نفسك، يعني عرفنا نفسك. انا عرفنا نفسك اكتر. اعرفكم بنفسي على ايه؟ انا مش فاهم. احنا عايزين نعرف انت عندك كم سنه؟ انا حسام الدين محمد. تمام. عندي 24 سنه. خريج كليه سياحه وفنادق. مفيش حاجه تاني. ايه طيب حسام، ممكن تسمعنا حاجه ليك بقى؟ تمام. ما كملناش، هي اختارت كده، قالت لي هوانا كان غلطة لما ابتدى، لقيتني ساعتها وحداني، بخاف لو قلت وحشاني، عيني تحن من تاني للحب ده. الله. طب مين يا حسام مشجعك ان انت تنمي موهبتك، سواء من اهلك او من بره؟ مامتي مثلا، خطيبتي، وهي خطيبتي هي برضه عامل اساسي في الموضوع يعني. ربنا يخليكم. طيب حسام، قول لنا بقى، انت بتفضل الاغاني اللي هي الترابيه القديمه، ولا بتحب الاغاني اللي هي بتاعت الايام دي، الاغاني اللي هي الاغاني بتاعت الايام دي؟ الاغاني بتاعت الايام دي. الايام دي. طيب غني لنا بقى حاجه من الاغاني الجديده كده. طب انت هتسمعي حاجه معينه؟ لا، انت عايزه يعني. انت بتحب مطرب مين اكتر؟ تامر عاشور. تامر عاشور. طب خلاص، احنا عايزين نسمع حاجه بقى لتامر عاشور. اطربنا بقى بصوتك. ما تختلفيش عن اللي زمان كانت قبلك، وسهل هيجي من بعدك، ما كنت تحب على قدك، وكنت تسيبي قلبي يعيش. ما تختلفيش هوانا خلاص ملوش معنى، نصيبنا ببعضنا جمعنا، راحتنا هتيجي بودعنا. انا في مشكله بقى على مهلك. انا تمنيت اكون جنبك وقدرتك، طلعتي غير ما فكرتك، وخفت تضيعي وخسرتك، في قلبي وبالي طول وقتي، وعلى بالك انا ما باجيش، ويا مديت وفادني بإيه بقى حناني، مشاعري ليكي قتلاني، وفاكرك وانت ناسياني، مفيش داعي أكملك. لا كفاية. برافو. كفاية. طيب طب ليه ما طورتش من موهبتك ودخلت معهد السينما واتجهت في اتجاه تاني بعيد عنه؟ حبيت بس ما عرفتش، كانت فيه ظروف صعبه ما جعلتنيش ان انا اخش المعهد ده، فكملت في سياحه وفنادق. تمام. طب مين مثلك الاعلى في المجال؟ في الفنانين عامه، او اول حد انت غنيت له اول ما بدات تغني خالص؟ هو انا اول ما بدات اغني خالص، هو انا ما اتجهتش غير على تامر عاشور، يعني اول ما حبيت ان انا اسمع نفسي ولا اغني، انا غنيت لتامر عاشور. تمام. ما غنيتش لغيره. تحب تقول له ايه بقى قبل ما نغني كده؟ لا، انا احب اقول له ان هو شخص كويس، انا شفته على فكره وقعدت معاه. تمام. انا احب اقول له شخص كويس ومحترم، وانا نفسي في يوم من الايام اكون زيه كده ان شاء الله. ربنا يحققلك. طيب يا حسام، بقول لنا، في برامج مسابقات كتير اتعملت خاصه في الفتره الاخيره. تمام. جربت انت تقدم في البرامج دي؟ جربت، قدمت في ذا فويس. تمام. بس ما حصلش نصيب برضه. طب انت حاولت في حاجه تانية؟ هو انا ما حاولتش غير في اللي هو ذا فويس ده بس، انما اي برنامج تاني لا ما حاولتش. طب بتحب تختم لنا الفقره باغنيه ايه؟ راح 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 القلب طيب، راح الحضن اللي انا فيه برتاح، ساب لي حنين وآلام وجراح، راح راح القلب اللي مويني طعم حياتي واحلى سنيني، ما فاضليش غير دمعة عيني،
راح ما تسيبنيش، قولي ازاي من غيرك عايش، ما تسيبنيش، خليك جنبي ما تخسرنيش، ما تسيبنيش، خليك جنبي ما تخسرنيش. شكرا يا حسام، انت العفو عليك. توفيق لك يا حسام. توفيق لك. احنا خلصنا فقرتنا النهاردة وهنسيبكم مع بقية فقرتنا، وكملوا معانا مع أستاذة سارة ياسين.
بسم الله وبه نستعين، ومساء الخير عليكم مشاهدينا الاعزاء في كل مكان. وحشتونا جدا جدا من حلقه الاسبوع اللي فات، لان النجاح رحله بطلها الحقيقي هو الانسان، ولان زي ما بيقولوا مشوار الالف ميل بيبدا بايه؟ بخطوه صغيره، ولان الاراده والتحدي هما سر الصعود للقمه. هنكون معاكم في فقرتنا النهارده رحله نجاح، واللي هنتعرف فيها عن شخصيات نجحت في إنشاء مشاريع كانت من زمان بتتمنى تحققها وكان حلمها من زمان إنها تبنيها. معانا النهاردة الأستاذ هيثم أمين، مؤسس مركز تجميل هيثم أمين. نرحب بيك. أهلا وسهلا. منورنا. ربنا يخليكم. أنتم منورين. الله يخليك. في البداية كلمنا عن فكرة مشروعك، إزاي بدأتها؟ هو فكرة مشروعي طبعا حلم كنت نفسي فيه من زمان، وفضلت اشتغل عليه لغايه الحمد لله يعني اللي انا نجحت فيه وعملته. و يعني انت اشتغلت على حلمك كويس؟ كتير، وكتبته. كتبته فعلا؟ كتبته في نوتسي كده، كنت بحلم ان انا نفسي اعمل ده، وان انا اعمل صالون، وان انا اجتهد واروح لغايه اما الحمد لله بدات بصالون الاول في حي المنتزه بحدائق اكتوبر، وبعد كده ده الصالون الجديد اللي احنا شفناه، ده الفرع الثاني. وما زال المسيره مستمره. المسيره ما زالت مستمره ان شاء الله في تقدم. ان شاء الله. ان شاء الله. اكيد طبعا فكره الصالون جات لك يعني من ناس معينين قالوا لك، مين هم الناس اللي شجعوك؟ ناس كتير. انا الاول ما كنتش عندي صالون، كنت شغال في الميديا، في الدراما، في مدينه الانتاج، في المسلسلات والحاجات دي. من اهم الناس برضو اللي شجعوني بصراحه الكلاينت اللي عندي، كانت الناس ازاي ما عندكش صالون، لازم تفتح لنا، احنا عايزين نجي لك. احنا بصراحه بدات اشتغل وهم اللي شجعوني، من اكتر الناس شجعوني. والاهل دايما الاهل، كلنا الاهل هم الاساس في كل حاجه. بصراحه يعني بركه في بابا وماما بقى. بابا وماما ومدام واخواتي واولاد خالاتي، كل الناس يحفظهم. شجعوني بصراحه يعني لغايه ما بدا الحلم يتحقق فعلا، بدات امشي في المشوار خطوه ده. بخطوه، خطوه بخطوه، ستيب باي ستيب طبعا، لغايه ما الحمد لله بدات الصالون الاول والثاني اديني اهو شغال فيه. طيب على خير ان شاء الله. لكل مشروع اكيد صعوبات وتحديات، ايه بقى الصعوبات اللي واجهتك؟ طبعا هو من اهم حاجات طبعا الصعوبات اللي قابلتني في المشوار ده، اختيار مكان الصالون، ده برضو من الحاجات اللي كانت صعبة جدا بالنسبة لي. اختيار الكاست اللي معايا، فريق العمل. فريق العمل لأن طبعا فريق العمل الناجح هو اللي هيقوم أي مشروع. بالظبط بالظبط، لازم اختاره بعناية جامدة. واجهتي وازاي يتكلموا مع الكلاينت، وازاي عندهم خبرة الكوافير نفسه، لأن وذوقيات التعامل مع العملاء. أيوة. وغير كده انا بحب انا مش شغالها بيزنس يعني، هي موضوع. يعني انت الموضوع بالنسبة لك واخده مهنة؟ لا طبعا موهبة. موهبة وبحبها وهفضل احبها حتى النهايه. لحد النهايه طبعا. ان شاء الله ما يكونش في نهايه ويكون في تقدم دايما. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. فهو من دي من الصعوبات اللي احنا يعني دي العوامل الاساسيه اللي الواحد اشتغل عليها لغايه ما ربنا وفقه. اختيار المكان فعلا كان بقى مني حاجات صعبه، ازاي انا اختار المكان مش في اي مكان، الا الكاست والحاجات والماتيريالز اللي انا اختارها،
تعاملي مع الستاف ازاي هنتعامل. انا زي ما بقول لك ما مش فاتحها بزنس، يعني مش عايز فلوس، مش الموضوع فلوس بس، اكتر ما موضوع مهني واحترافي واحترافي طبعا، وذوقيات اللي انا امسك الشعرايه احس بطبيعتها ايه، وازاي اللي انا اديك اكسبيرينس فيها اللي انا يعني اساعدك في مشكلتك في حياتك، في مثلا انت طالبه صبغه، طالبه لون اكتر من اللي احنا مثلا ما نستهلكش الشعرايه، لا اقول لك لا نبعد ده، نبعد عن ده، مش شرط الفلوس، مش شرط الحاجه، ممكن اعمل لك تريتمنت اكتر ما انا اعمل لك صبغه واخد منك فلوس واعمل لك لون وبعد كده شعري بيتقصف، شعري بيتكسر، شعري هايش، شعري اتحرق. دي الحاجات دي ما بحبهاش بصراحه يعني وبزعل. لازم يعني نعتمد في الاساس في المهنه دي على الجوده مش البيزنس نفسه. لا مش البيزنس، الجوده اللي انا اعتمد عليها ان الكلاينت يبقى خارج عندي وهو ساتسفايد، هو راضي عن المضمون بتاعي اللي انا مقدمه، هو ده راضي عن هو ده هيثم امين فريق وصالون العمل. هيثم امين هو ده اللوجو بتاعنا بالظبط، ده اللي انا دايما بشتغل عليه ودايما بقول كل الكاست بتاعي لازم نعمل ده، مش بس ان انت تجيب لي بيزنس واللي انا عملت فلوس واللي انا، لا انا ما بحبش كده، بحب اعمل ربنا طبعا اولا واخيرا، والحمد لله ده سبب برضو من ضمن نجاحاتي اللي انا اعمل فرع تاني. لو كنت فشلت في مشروع واحد ما كنتش اعمل فرع وسلسله فروع وحاجات زي كده. تمام. فريق العمل الجداد بقى اللي بينضموا اللي هم الحديثين اللي جايين لسه المهنه جديد، ازاي بتتعاون معاهم؟ انا بحب اعلم جدا ويحب لغايه اما يخرج من الولد من عندي مثلا هو كوافير او البنوته تقول لي انا خلاص رايحه افتح صالون، انا بحب اعمل كده، احب تقول انا خارجه من عند هيثم امين انا اتعلمت عنده، فعلا الراجل ده بيعلم عنده حاجه. طبعا بقعد معاه بشتغل معاه، انا بحب اذاكر طول النهار مذاكرتي على الشغل وعلى الشعر وعلى الحاجات دي، انا ما خدتش كورسات، انا اتعلمتها هوايه وحب للموضوع. والدتي كانت في اذاعه وتلفزيون، ما زالت في اذاعه وتلفزيون في ماسبيرو، وهي اللي دخلتني يعني ادتني نبذه عن الموضوع وانا كملت. رحت رايح لواحد طبعا الله يرحمه راجل كبير جدا في شغلتنا اسمه سمير الحمامي، استاذ سمير الحمامي هو اللي علمني يعني ايه بقى دراما وميديا، وبدات اشتغل على نفسي لغايه ما ربنا افتكره يعني. يعني انت جداً. اشتغلت على موهبتك، كان عندك الموهبه واشتغلت عليها. اشتغلت عليها جدا، مهم ان الانسان يكون عنده موهبه ويشتغل عليها، مش بس يعتمد ان هي شيء فطري من عند ربنا، لا لازم اشتغل على نفسي كويس وادرس كويس مره واثنين وثلاثه واحاول واقع. بعد ما عرفنا عن رحله نجاح الاستاذ هيثم دهب، دلوقتي بقى هيثم هنتكلم امين. هيثم دهب ده برضو من الناس الشطار جدا طبعا، وهو صديق ليا واشتغلت معاه في ايام برضو بدايتي مع، يعني انتوا زملاء. طبعا هيثم دهب ده من الناس الشطار بس جدا، بس حاجه جميله ان يبقى في اقتران كده في ال... لا يعني طبعًا ان طبعًا. المهنه الواحده يبقى في تعاون بين فريق العمل مع بعضه. ايوه صح، ونكون بنشجع بعض. صح، حاجه الحمد لله هو بيشجعني ودايما يتصل يسال عليا وانا بسال عليه، ورحله كفاح معاه يعني هو استاذ كبير طبعا. بداتوا مع بعض و... اكيد طبعا ان شاء الله خير. دلوقتي بقى هنتكلم عن مشاكل البشره والشعر، وهنركز دلوقتي على موضوع الشعر لان احنا في فصل الخريف. الخريف الشجر بيقع، فاكيد زي ما الشجر بيقع الشعر كمان ممكن يكون بيعاني من مشاكل في السقوط. كلمنا بقى عن مشاكل سقوط الشعر في الخريف. طبعا الخريف داخلين على الشتاء كده، دي حقيقه. اولا طبعا من اهم الحاجات البشره او الشعر هو الميه زي ما الدكتور بيقول يعني، وفي مشاكل فعلا بتقابلني يعني اكتر من موضوع اللي هو الكوافير الصالون. يعني انا في مرحله اجي اقول لها لا انا اشيل ايدي منها، لازم نروح للدكتور ناخد تابلتس نحلل الانيميا، الانيميا مهمه جدا للشعر. الحاجات الاورجانيك برضو مهمه جدا، اللي احنا حاجات الطبيعيه بجد، الثوم والحاجات والكلام ده واللي هو ميه البصل والحاجات دي مهمه جدا، والصبار بيتعمل بالخلاط، الحاجات دي برضو مش شرط البراندات ومش شرط الحاجات دي، دي حاجات لازم نشتغل عليها. فالميه مهمه جدا في تساقط الشعر. كتمان الشعر مثلا لو انا رايحه الشغل كمحجبه، المحجبات بالذات بالظبط يحافظوا على شعرهم ازاي هم والسيدات العاملات؟ الميه الساقعه، لان البصيله بتتكتم لغايه درجه يعني باللغه العاميه يعني
بتفضل مكتومه طول الوقت، بتروح من عز يعني الشمس الحارقه من الساعه 8 الصبح لغايه الساعه 2 الظهر، دي عز الشمس والنار بتاعت كتمان الشعر ده. ده غلط، لازم اول ما اروح لو في بريك برضو في نص اليوم بتاعك في شغلك او في مكانك تقدري تشيلي الحجاب وتغسلي شعرك بميه ساقعه، اعملي ده. ده من اهم الحاجات. في نصايح للمحافظه على الشعر، ده منعا للتساقط بالذات في الخريف. بالظبط، بس هو ان شاء الله هيزدهر في الشتاء تاني، صح؟ بالظبط، هو فعلا بيزدهر في الشتاء. وفي القشره برضو الموسميه برضو بتيجي بين الصيف والشتاء. في لازم تدفي شعرك برضو، لازم، لان الشعر بيفضل برضو سائع. لازم يعني لما تيجي تاخدي شاور لازم يبقى عندنا سشوار في البيت يكون دافي، ندفي الشعر، لازم نطير منه الميه. الميه دي هي اللي بتقصى في الشعر وهي اللي بتكسر الشعر. الميه بالكلور دي برضو من عوامل اللي انا خدت الشاور واسيب الميه على شعري، ده برضو يعني من لازم اهتم بحاجات كتير ونصايح كتير مهمه عشان أكيد نحافظ على شعرنا في الفتره دي بالذات. لازم تشتغلي برضو، هو بني ادم برضو الشعر ده عايش، مش هروح اعمل سشوار وفير واعمل لون واعمل بس. للاسف وقت حلقتنا قرب ينتهي، ففي النهايه عايزين منك نصيحه بقى لكل انسان مقبل على تنفيذ مشروع جديد، يعمل ايه؟ تنصحه بايه؟ اشتغل على نفسك. طبعا يعني في صعوبات بتجيلك لازم تقاومها، لازم يعني حاجات زي كده تقاوم النجاح وتبقى عندك يعني إرادة. لازم ما يأس، لازم أحاول، بالزبط، لازم أصبر، الإرادة، لازم في أي صعوبات واجهتني أتحداها، ما يأس. صعوبات هتجيلك نفسيا ماديا، محاربة الشغل. مصطفى كامل قال إيه؟ لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. دي حاجة كويسة جدا ومهمة ان الانسان يعني يتحلى دايما بالصبر والارادة والعزيمة. وانتهت فقرتنا، وكنا مستمتعين جدا بالحوار معاك واستفدنا جدا من المعلومات والتجارب الشيقة اللي عرفتنا عليها. نشكرك جدا، ونتمنى ان شاء الله نكون معاك في لقاءات جاية بإذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. وفي الفقرة اللي جاية هتكون زميلتي سارة صلاح معاكم، فقرة قوية، انتظرونا. Thank you.
مساء الخير. طبعا زي ما كلنا عارفين ان عنوان فقرتنا قصة نجاح. زي ما كلنا عارفين ان كل حلم عبارة عن فكرة، والفكرة الشخص نفسه بيكون مصدقها، بيكون واثق من نفسه ان هو هيحققها. طبعا في ناس بيكون عندها مضغوطات الحياة بتشغلها ان هي تحقق هدفها او تركز عليه، وفي ناس تانية بتحقق وبتوصل وبتنجح. وعلشان كل حلم وراه رحلة كفاح أو رحلة وصول، النهاردة هنتكلم عن صالة الوصول. ومعايا ومعاكم النهاردة دكتورة نورهان حسن، مؤسس مركز العناية بالبشرة. اللي عايز يتواصل معاها الأرقام على الشاشة. ازيك يا دكتور؟ ازيك، عاملة ايه؟ الحمد لله. عرفينا بنفسك. انا اسمي نورهان حسن، انا درست صيدلة جامعة النهضة. جات لي الفكرة ان انا عايزة اعمل مكان مختص بتنفيذ حاجات تخص العناية بالبشرة. انا عندي 26 سنة ومن محافظة بني سويف. طيب في حد شجعك على الفكرة دي؟ لا بالعكس خالص، كان في رفض جدا من كل اللي حواليا، ان هم شايفين ان الفكره بتقلل مني او كده، خصوصا انا كان دراستي ميديكال اكتر وطبيه، فازاي اروح اعمل حاجه كوافير؟ برضه هو بالنسبه لهم ما كانش زي اللي كان في دماغي بالظبط. طب انت جات لك الفكره منين يا دكتور؟ انت مجالك صيدله، مختلف تماما عن الفكره اللي حضرتك اللي نفذتيها. تمام. هو انا الفكره جات لي ان انا اشتغلت فتره كبيره جدا في الصيدليات، فبحكم شغلي في الصيدليات عرفت براندات كتيره جدا. تمام. وكنت شغاله الاول في محافظه ثانيه، ولما رجعت استقريت في بني سويف. انا كنت حابه ان انا انفذ فكره ان يكون في مكان بيعمل حاجات تخص العنايه بالبشره، هو مش كوافير، مش بنفس الكواليتي او المستوى بتاعهم، وفي نفس الوقت انا مش دكتوره جلديه. تمام. فكنت عايزه اعمل حاجه ان بتوين الاثنين، تكون بتراعي الحته الطبيه وبتراعي التعقيم وبتراعي ان محدش يستخدم ادوات التاني، وبتشتغل على الجزء ده، وفي نفس الوقت بتستخدم ماركات وحاجات تدي نتائج للجلسات اعلى. طب يا دكتور في وسط كل ده يعني ايه الصعوبات اللي واجهتك؟ اكيد واجهتي صعوبات. انا الاول واجهت صعوبات ان انا اخلي الناس تقتنع بالفكره، ان يكون في مكان مختص انه هو بيعمل جلسات بتعتمد، يعني انا المكان عندي بيقدم خدمه واحده بس. تمام. فان انا اعمل مكان كامل قايم على خدمه واحده، ده انا خدت وقت كبير جدا ان انا اقنع الناس ان هي خدمه واحده بس احنا ماشيين فيها بيرفكت، ان احنا نقدم اعلى كواليتي مطلوبه ان احنا نعملها في الجلسات. ومن ناحية تانية بالنسبة لدكاترة الجلدية، هم كانوا شايفين برضو ان انا باجي في الحتة بتاعتهم شوية. طبعا. انا نوهت كتير جدا يعني من خلال شغلي انه انا ماليش علاقة خالص بالجلدية، وان انا اصلا صيدلانية ودراستي صيدلة، وانا مش بشتغل خالص في الجزء بتاعهم، ولا ليزر ولا امراض جلدية ولا اي حاجة. فكنت عايز اعمل الفرق ده، بس هم كانوا يعني كانت من اصعب الضغوطات بالنسبه لي ان هم كانوا رافضين جدا انه يبقى فيه حاجه زي المكان بتاعي. طيب انت الصعوبات دي اتغلبتي عليها ازاي؟ اخدت وقت كبير جدا طبعا، يعني انا داخله في سنه في المشروع بتاعي، انه اثبت لهم انه انا مش يعني انا مش معاهم على نفس اللاين، وانا شغلي في حاجه وهم شغلهم في حاجه، وان اي حاله بتجيلي بتكون اكتر امراض جلديه انا برحلها عليهم. وهم مع التعود بقى بدأوا يقتنعوا ان هو لا في فرق، انا بشتغل في حته وانتوا بتشتغلوا في حته تانية. والناس بقى في العموم سواء اهلي او اصحابي او اي حد كان رافض الفكره في الاول، لما شاف المركز ولما شاف الستايل اللي انا عايزه اعمله ان هو في شكل الكواليتي بتاعته اعلى، وفي شكل ميديكال، والجلسات بتتعمل على شازلونج مش على كراسي، والستايل نفسه بتاع المكان احسن من اي كوافير، فده ادهم شويه اقتناع انه لا الموضوع يعني الفكره مش زي ما احنا كنا فاهمينها في الاول. طيب عايزه مشروعك يوصل لفين؟ بتحلمي تحققي منه ايه؟ تمام. انا نفسي ان المشروع يوصل ان انا يكون عندي مركز متكامل بيقدم كل الخدمات التجميليه اللي تخص البشره وتخص البنت بشكل عام، يعني انت تخشي كبنت تعملي اي خدمه تجميليه انت عايز تعمليها في مكان واحد. فانا نفسي ان هو اوصل زي ما انا وصلت في البشره للجزء ده، اقدم بقى كل الخدمات تبقى على نفس الليفل اللي انا وصلت له في البشره. طيب اخيرا بقى عايزه روتين يومي كده لكل سيده بتشتغل، طالبه، ربة منزل، تعمله عشان تهتم ببشرتها.
تمام. هو احنا ممكن بس نحافظ على شويه تيبس كده نبقى عارفينها، ان انا لازم مبدئيا اختار غسول مناسب للبشره بتاعتي، انا بحدد نوع بشرتي، وفي فيديوهات كتيره جدا وفي ناس كتيره جدا بتعمل على الموضوع ده، ان انت ازاي تعرفي نوع بشرتك، على اساسها انا بحدد الغسول والتونر، ويفضل ان هم يجوا من نفس الشركه لان هم بيكونوا مخدمين على بعض اكتر. وبعدين بتستخدميها مره الصبح ومره بالليل، المره بتاعت بالليل بتكون مهمه جدا، ان انا البشره بتاعتي بتتغذى دايما بالليل، فلازم يبقى انا غاسله وشي كويس جدا ومستخدمه التونر والمسام منقبضه والدنيا تمام، واحط اي حاجه بقى انا عايزه استخدمها في التغذيه، اقدر استخدم فيتامين سي، اقدر استخدم كولاجين لو انا مثلا عمري عدى 30، اقدر ان انا استخدم حاجات مثلا فيتامين اي، سواء حاجات بقى البرايس عالي او قليل، المهم ان انا احافظ على الروتين اليومي ده. واقدر اعمل مثلا جلسه تنظيف مع نفسي في البيت كل اسبوع مره، واروح لسنتر مختص مثلا كل شهر مره. تمام، بنشكر حضرتك دكتوره نورهان، وبنتمنى لك التوفيق. وبكده نكون وصلنا لنهايه فقرتنا، واستنوني في حلقه جديده وقصه نجاح جديده.
بسم الله الرحمن الرحيم. عدنا اعزائي المشاهدين ومعانا ضيوفنا النهارده. معانا الاستاذ هشام الطيب، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. معانا الاستاذ احمد العادلي، اهلا بيكي. اهلا وسهلا. معانا الاستاذ هدى نصر، اهلا بيكي يا استاذ. يلا عاوزين نخش في الجد كده، مفيش وقت عندنا. يلا اتفضل يا استاذ هشام. اهلا بحضرتك. يلا اتفضل في الموهبه. طيب، مخرج مسرحي وممثل ومؤلف، مكون فرقه شباب مستقبل. كوننا الفرقه من حوالي سنه وشهور. على معانا مواهب جميله، مواهب غناء، مواهب شعر، مواهب تمثيل، استعراضات. الحمد لله محققين نجاح كويس، ظهرنا على التلفزيون كتير، لنا اخبار الحمد لله يعتبر في اكتر من 50 جريده، الجمهوريه، الاهرام، حكايه وطن، مصر الحياه، الحدث، الخبر، الفجر. لنا اخبار كتير الحمد لله محققين نجاح. اخر عرض لنا كان من اسبوع السبت اللي فات، كان عاملين مسرحيتين وحفله غنى وحفله شعر، حققنا نجاح جميل. اتفضلي. انا هدى ناصر، 21 سنه، في ثالثه كليه اداب اعلام، تحت وعملت برنامج هنا برضو على قناه الصحه والجمال مع الاعلام احمد دياب، وتحت التدريب مع الاستاذ هشام في التمثيل فرقه شباب مستقبل. اتفضل. احمد العدلي، ممثل لسه جديد في الفرقه مع الاستاذ هشام، وان شاء الله نتقدم في اكتر من شغل ونجاح لنجاح، وربنا يكرمنا بامر الله. عاوزين استاذ احمد، عاوزين مشهد يا استاذ هشام. ايه؟ عاوزين مشهد تمثيلي. اوكي يلا يلا اتفضل. ممكن المشهد؟ اتفضل. تمام. المكان ده ملعون وكل اللي فيه ملاعين، علشان كده المكان ده ما ينفعش يبقى موجود تاني. فتلة لو سمعني خد لوزه واهرب. فتحي مش الانسان اللي انت حلمته بيه، فتحي انسان مزيف يا فتلة. اهربوا يا فتلة، اهربوا. اتفضل يا هدى. يلا مشهد. لا انا لسه تحت. هدى لسه تحت. والاستاذ احمد برضو ممكن اعمل حاجه بسيطه كده. اتفضل. انت عارف ان انا مش مريض، انا سليم، انا سليم، بس هما اللي فاكرين ان انا مريض. بس ان شاء الله هوريهم وهثبت لهم ان انا انسان كويس، وهبقى حاجه محترمه في البلد دي. بس هي عمليه صبر مش اكتر، مش اكتر. مش حاجه يا استاذ هود. أي مشهد تمثيلي كده؟ هي لسه تحت التدريب. لسه منضم يعني من قريب، بقى لها اسبوعين بس مش اكتر. فهي لسه بتتدرب، فانا لسه بديها الاساسيات الاولى للتمثيل، فاهمني؟ فهي لسه ما يعني ما خدتش الخطوه اللي هي ترتجل او تبدا الارتجال. الارتجال ده اللي هو شيء من لا شيء، ان انت ما تقول للممثل اعمل لي مشهد يقوم يعمل لك على طول. فهي لسه في المرحله الاولى اللي هي النظر، لسه في الاساسيات، اللي هو مثلا لسه بتعرف يعني ايه اداب مسرح، يعني ايه قوانين مسرح، فاهمني؟ لسه ما بداتش ايه مرحله العملي اللي هتبدا تعمل مشاهد وكده، هي لسه في الاول. في مواهب تاني استاذ هشام عند حضرتك؟ الحمد لله. ما انا بقول لحضرتك عندنا مواهب غنى، مواهب شعر، مواهب تمثيل، عندنا كل المواهب. انت بالنسبه لحضرتك عندك مواهب تاني غير التمثيل؟ انا عندي موهبه التاليف الحمد لله، بالف وبرضه بلحن. وانا طبعا بخرج. طيب يلا يلا قول حاجه من تاليفك. حاجه من تاليفي مثلا كنت مالف مسرحيه برضه اسمها محدش فاهم حاجه، كان عباره عن برنامج المقصود منه توصيل رساله بس بطريقه كوميديه. يعني في معظم دلوقتي برامج كتيره ملهاش لازمه، بتطلع تعمل حاجات بيصرفوا ناس مش فاهمين، يقعدوا ايه يهروا. فانا خدت فكره زي كده عملتها، مصدام مذيع، مصرف ثلاث مثلا، محلل سياسي، محلل كروي، طباخه وبتاع، بس مش فاهمين المقصود ده، بس ايه كوميديا للناس. كنت عامل برضو حاجه انا وصديق ليا اسمه حسام، مسرحيه فوتك اللي انا قدمتها من السبت اللي فات، اسمها غيرت اسمها لحكايه شاب. كان فكرتي وتاليف حسام النجار، كان حاجه برضه لذيذه جدا. المسرحيه بتحكي عن الشباب وعن الادمان، شاب كويس اتلم على شاب مش كويس، مشاه في طريق وحش، يعني استسلم للشيطان. هو من جواه كان نفسه يجرب، بس هو شاب كويس، بس لما جاله الشيطان وقال له تعالى الطريق الوحش ده مش على طول، فاخرته ان هو مات. فكان رساله برضه قويه للشباب، للامهات، للاهل، ان هم يخافوا على اهله، يعني على اولادهم، يساعدوهم، يبقوا حريصين شويه عليهم، ينصحوهم، يعني ده غلط ما تمشيش مع ده، امشي مع ده، امشي في الصح، الانسان الوحش هيضرك، الانسان الكويس هيصلحك. كان حاجه لذيذه برضه. مؤلفين اغاني، البوم اغاني برضه هننزله قريب ان شاء الله، 14 اغنيه. مين مؤلفه؟
انا وحسام وسام. طب قول لنا حاجه من قول لنا حاجه مثلا حاجه كان مؤلفها حسام انا مش فاكر ان انا كاتبه. كان بتقول مسيرك تحن يا واد وجيني برضاك بشتاق لك يا روح الساعات وقلبي هواك طالب اشوفك مره ده الحب اخره تمر. حاجات يعني لذيذه زي كده واغاني جديده وهتشد الناس ان شاء الله. يا استاذ احمد ايه الاخبار الجديده عندك؟ انا بس التمثيل لان ما عنديش اي موهبه ثانيه ولسه ان شاء الله هيبقى في شغل احسن. المرحله الجايه يا استاذ هدى بامر الله ان شاء الله باذن الله تعالى. باذن الله. في اداه تمثيليه يا استاذ هشام؟ في اي حاجه ثانيه انت ممكن تاديها؟ اي دور كده بسيط؟ ممكن. طب يلا 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 اتفضل. انا اسف صدقيني انا ما كانش قصدي ان اقتلك ولا كنت عايز ابقى مدمن بس انتوا السبب. انتوا اللي خليتوني اوصل للحاله دي. انتوا اللي وصلتوني لكده. سامحيني ياما سامحيني. ولو سالوك عليا قول لهم ماجد مات. قول لهم ماجد مات ياما بس من جواكي سامحيني سامحيني ياما. دي كان قفله المسرحيه. الف شكر يا استاذ احمد. لا انا بكيت. والله هو كان قفله المسرحيه. ان شاء الله باذن الله تعالى نتمنى لكم التوفيق وان شاء الله في مرات قريبه ان شاء الله باذن الله تعالى وساعدنا بكم. وبهذا انتهت فقرات حلقاتنا اليوم. شكرا شكرا لحضرتك.